اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد بالتعاون مع اوربت دوت كوم، وهذا الفيديو الاسبوعي الجديد. بدايه، خلال تداولات عطله او خلال عطله نهايه الاسبوع، كان الجميع حول العالم منشغل بتغطيه الحدث الكبير والذي كان نوعا ما الاعتداء الالكتروني او الجريمه الالكترونيه التي هزت العالم نوعا ما، وقامت بالاعتداء على اكثر من حوالي 200 الف شركه حول العالم، وادت الى خسائر كبيره جدا. وحتى اللحظه لا زالت هذه الامور لا زالت مستمره، وهذه الاعتداءات لا زالت مستمره، وهذا الشيء الذي رفع نوعا ما من حاله عدم اليقين. وايضا الشيء الاهم، هناك تخوف ايضا من مدى حمايه الاكستشينجز او مدى حمايه الاسواق العالميه من هذه الهجمات ايضا. على الرغم من ذلك، لانه الشيء الايجابي نوعا ما انه الاسواق العالميه لم تتفاعل سلبا مع هذه الاخبار حتى اللحظه، لا زلنا نشهد الاسواق العالميه نوعا ما في حاله من الايجابيه حتى لحظه اصدار هذا التقرير. لكن هذا لا يعني انه بالنهايه هذه الهجمات قد انتهت، وانه قد لا يكون لها تاثير سلبي على الاسواق. لكن خلال الايام المقبله وخلال ايضا الاسابيع المقبله، التخوف من وجود هذه الاعتداءات قد يضرب الاسواق العالميه، وقد يضربها ايضا بشكل كبير، ليس على عكس ما ايضا يتوقع البعض بان نشهد او لا نشهد عدم نوع او نوع من التاثير بشكل سلبي على الاسواق. لانه مره اخرى هذه الاعتداءات وهذا السهوله في الاعتداء على العديد من الشركات، هذا الشيء الذي بالنهايه قد يؤدي الى ضرب الاسواق وخصوصا قطاع التكنولوجيا. بالانتقال ايضا الى المانيا، المانيا شهدنا مره اخرى انجلا ميركل، وايضا حزب انجلا ميركل سجل اكبر نجاح له في اكبر منطقه شعبيه في المانيا، وفي اكثر ستيت او ولايه شعبيه في المانيا، وهذا الشيء الذي قد يعتبر ايضا بدايه لتمهيد لايضا الانتخابات المقبله في سبتمبر المقبل، وهذا الشيء الذي قد يعطي مفتاح لانجلا ميركل بان يكون لها ايضا الولايه الرابعه لها. الانتخابات الفرنسيه نوعا ما اعتبرت كنوع من نوع من الايجابيه بشكل جديد بشكل كبير جدا، وانتصار للاتحاد الاوروبي اكثر مما هو انتصار لفرنسا ذات نفسها، وايضا المانيا قد تكون هي المقبله بنفس الوقت، وان نشهد نوعا ما نجاح مره اخرى للوسطيه في الاتحاد الاوروبي، وهذا الشيء الذي قد يزيد من حاله الثقه، وايضا قد يزيد حاله الثقه في الاتحاد الاوروبي بشكل عام. وهذا الشيء على اثر هذا الشيء الذي ايضا شهدنا فيه نوع من الارتفاعات في اليورو، ووصول مره اخرى انجلا ميركل وحتى ماكرون الى سده الحكم يخفف من احتماليه تفكك الاتحاد الاوروبي. منذ بدايه تداولات الصباح اليوم الاثنين شهدنا ارتفاعات في اليورو وصلت الى 1.9 60 70 تقريبا، تقترب من مستويات المقاومه 1.10. الا ان السؤال يكمن في الوقت الحالي، هل سيقوم اليورو من جديد بتغطيه الجاب او بتغطيه الفجوه السعريه؟ في الوقت الحالي وبعد 3 أسابيع من التداول فوق الجاب، هذا الشيء الذي قد لا يستطيع اليورو فعله، وأيضا لا يستطيع أحد أن يجيب على هذا السؤال فيما لو بالفعل سنقوم بتغطية هذا الجاب حاليا. لكن طالما أنه يتداول فوق مستويات 1.68، لا زالت هناك أيضا احتمالية بسيطة جدا بأن يتم تغطية هذا الجاب. على الرغم من ذلك، ننصح بعدم التداول بشكل كبير على اليورو حاليا. اما بالنسبه لتداولات الاسبوع الجاري، وبعد اسبوع كان قليل جدا من الارقام الاقتصاديه المهمه طوال تداولات الاسبوع الماضي، هناك العديد من الارقام والاحداث التي من المنتظر التي ننتظرها خلال الاسبوع الجاري، والذي من الممكن ان يكون لها تاثيرات كبيره على الاسواق، خصوصا من الولايات المتحده الامريكيه، بعد ايضا خيبه الامل التي شهدناها يوم الجمعه الماضي، والتي ايضا ادت الى انخفاض الدولار حتى في تداولات يوم الاثنين، وذلك بعد عوده تراجع توقعات رفع اسعار الفوائد في يونيو الى مدون مستويات 80%، بينما كانت عند حوالي تقريبا 100%. هذا الاسبوع سنتابع اهم الاخبار من المملكه المتحده، سيكون لدينا ارقام التضخم، لدينا ايضا تقرير الوظائف وحتى مبيعات التجزئه، خصوصا بعد ارقام الناتج الاجمالي السلبيه، والتي قد يكون لها ايضا من جديد تعديل نحو الاسفل فيما لو اتت الارقام بتعديل نحو الاسفل ايضا. بالاضافه الى ذلك، لدينا معدلات النمو في اليابان، لدينا ايضا تقرير الوظائف في استراليا، والتي ايضا في الغالب سيكون لها تاثير مهم على الاسواق. اخيرا، لدينا مجموعه من معدلات التضخم خصوصا من كندا هذا الاسبوع، وفي الغالب سيكون لها تاثير الاكبر على الدولار الكندي هذا الاسبوع اكثر من التحركات التي شاهدناها الاسبوع الماضي، خصوصا طبعا بعد الفلكشويشن وبعد التذبذب الذي شاهدناه في اسعار النفط، والذي ادى بالنهايه الى انخفاض الدولار الكندي بشكل كبير. هذا كل شيء لدينا في هذا التقرير، او في بدايه هذا التقرير الحديث عن الاساسيات نوعا ما. لكن الان دعونا مره اخرى ننظر الى المؤشرات التقنيه وايضا الرسومات التقنيه للعديد من الاصول والمنتجات. البدايه وكما هي العاده مع المؤشر العام للدولار الامريكي، والذي نوعا ما شهدنا خلال تداولات الاسبوع الماضي يعني اقتربنا بشكل كبير من اغلاق الفجوه التي كانت تقريبا عند حوالي مستويات 100 قبل حوالي الأسبوعين في 21/4 تقريبا، وصلنا حوالي مستويات 100.3، لكن خلال الأسبوع الماضي وصلنا حواليها، يعني وصلنا إلى أعلى مستوى حوالي كان 99.88، ومنها بدأنا بالانخفاض. طبعا تداولات يوم الجمعة كان انخفاض يعود إلى الأرقام الاقتصادية السلبية التي أتت أيضا من الولايات المتحدة، التي خففت
من احتمالية أن يكون هناك لدينا رفع لأسعار الفوائد في يونيو. يوم الاثنين أيضا استمرينا بالانخفاض دون متوسط 100 يوم، على إثر أيضا المزيد من التأثير من أرقام يوم الجمعة، وحتى أيضا أرقام يوم الاثنين لم تكن بهذه الإيجابية الكبيرة. أيضا المؤشرات التقنية جميعا الآن أصبحت تشير إلى مزيد من الانخفاض. مستويات الدعم المهمة التي يجب النظر إليها حاليا 98 60، وحتى أيضا مستويات خط الاتجاه المنخفض أيضا والضلع السفلي للقناة المنخفضة واللي هي حوالي 98 40. كسر هذه المستويات سيؤدي إلى مزيد من الانخفاضات بشكل كبير. اليورو طبعا لم يغلق حتى هذه اللحظة لم يغلق الفجوة السعرية التي كانت حوالي 137 خلال قبل أسبوعين عند الإعلان عن نتائج الجولة الأولى للانتخابات الفرنسية، لكن بنفس الوقت الشيء المهم والمستوى المهم الذي يجب متابعته خلال الفترة المقبلة للحديث على الأقل عن احتمالية عودة الانخفاض التصحيحي لإغلاق الفجوة، فيما لو أغلقنا دون مستويات 168 تقريبا 168 هو المستوى المهم الذي لم يستطيع اليورو أو استطاع اليورو نجح في أن يستقر فوق هذا المستوى. يوم الجمعة شهدنا ارتفاع مرة أخرى، هذا الشيء كان أيضا إشارة إيجابية لبداية الأسبوع الجاري. في الوقت الحالي مستويات ال 110 قد تكون يعني بعيدة على بعد ساعات فقط، ومستويات ال 10 و 23، لكن فوق هذه المستويات فيما لو تم الاختراق هذا الشيء الذي قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات بشكل أكبر من السابق. بالانتقال أيضا إلى باقي المؤشرات التي كنا ننظر إليها خلال الأسابيع الماضية والبداية مع الدولار النيوزيلندي. الدولار النيوزيلندي طبعا لازال يتداول حوالي متوسط 100 أسبوع كما هو الحال في الدولار الأسترالي. أيضا لم نشهد تحركات كبيرة جدا خلال الأسابيع أو الأسبوعين الماضيين، لكن بشكل أو بآخر لازال الضغط نحو الأسفل أكثر من أي أي أكثر من أي وقت أي من أي وقت سابق. بنفس الوقت لدينا أيضا المتوسط لازال عند تقريبا حوالي المستويات الحالية وهي 68 77، وأيضا هو نفس الشيء مستوى دعم مهم جدا. لا يمكن الحكم على هذه التحركات حاليا، لكن لا زال الضغط نحو الاسفل طالما انه دون خط الاتجاه المنخفض يعني متمركز عند حوالي 69 40. اتوقع فيما لو تم اختبار هذه المستويات هذا الشيء الذي قد يؤدي الى عوده الانخفاض من تلك المستويات، على الرغم من انه المؤشرات التقنيه طبعا تشير الى نوع من التشبع بشكل كبير، هذا الشيء الذي قد يؤدي الى نوع من الارتفاعات المحدوده ايضا. الدولار الأسترالي نفس القصة، لازلنا حوالي متوسط 100 أسبوع على المستوى الأسبوعي، لكن الأسبوع الماضي انخفضنا إلى مستويات حوالي 73 30، لكن هو أيضا نفس المستوى الذي عاد الأسترالي للارتفاع منه خلال فترة نوفمبر من العام الماضي. لازال أيضا الضغط نحو الأسفل أكثر من أي فترة سابقة، لكن يجب أن نشهد على الأقل نوع من التصحيح. مستويات 47 74 70 تعتبر أيضا مستويات مهمة للبيع مرة أخرى، لنستهدف مرة أخرى متوسط 100 يوم وحتى مستويات 73 30 تعتبر مستويات ممكنة. الدولار مقابل الين يوم الجمعة وصلنا إلى مرحلة أو يوم الخميس وصلنا إلى مرحلة توب جديد أو مرحلة يعني مستويات مقاومة كانت مهمة جدا، حتى فيما لو أخذنا المستويات المهمة كانت لدينا مستويات المقاومة التي شهدناها خلال فترة أيضا فبراير من العام الجاري، عدنا منها الانخفاض مرة أخرى خلال تداولات يوم الجمعة ويوم الأربعاء يوم الأربعاء ويوم عفوا يوم الخميس ويوم الجمعة. يوم الاثنين اليوم شهدنا نوع من الارتفاع، لكن ارتفاع بطيء نوعا ما بشكل أو بآخر، لكن مدعوم بمتوسط 100 يوم على المستوى اليومي، وهو المستوى الذي نتوقع خلال الفترة المقبلة اختراقه أو كسره عفوا نحو الأسفل. قد نعود ونشهد المزيد من الانخفاضات، لكن المهم أيضا في هذه المستويات أن نشهد المزيد من الانخفاضات. أحد المستويات المهمة التي نتابعها خلال هذا الأسبوع أيضا هي تعتبر عند مستويات اللي هي تصحيح بواقع 50 اولا، بالاضافه الى انها غير انها متوسط خم... عفوا غير انها مستويات 50 على مستوى فيبوناتشي، الا انها ايضا تعتبر مستويات متوسط 50 يوم على المستوى اليومي وفي نفس منطقه 38 الى 50. هذه المستويات تعتبر مستهدفه في الوقت الحالي والتي من الممكن ان نشهد منها عودة الارتفاع بشكل بسيط، لكن أيضا الانخفاض وارد بشكل أكبر لسبب مهم أيضا، المؤشرات التقنية منخفضة على معظم المستويات. الجنيه الاسترليني لا زال قوي، جاب بسيط أو كان لدينا فجوة سعرية بسيطة نحو الأسفل قبل العودة للانخفاض، تغطيتها كان بنفس اليوم اليوم، لكن المستويات المستهدفة لا زالت 29.50 29.89 وحتى مستويات 30 أيضا أصبحت على بعد ساعات. الاتجاه العام أصبح إيجابي بشكل أكبر مما كان عليه في السابق طالما انه يتداول فوق 27 80، هذا الشيء الذي يقلل من اي احتماليه ان نشهد
ارتفاعات كبيره جدا بالنسبه لي، اي نشر عفوا اي نوع من الانخفاضات الكبيره في الدولار او في الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. اخيرا بالنسبه لي الذهب والفضه، الذهب كما ذكرنا خلال الاسبوع الماضي على الرغم من انه كسر كان لدينا لخط الاتجاه الا انه لا زال يعتبر ايجابي مع استمراريه حاله عدم اليقين وحاله تخبط في الاحوال الجيوسياسيه عالميا. متوسط 100 يوم عدنا الارتفاع فوقه، لا زال يعتبر ايضا شيء ايجابي. متوسط المؤشرات التقنيه تعود ايضا من جديد للارتفاع، لا زالت من جديد هذه الامور لا زالت تعتبر بالنسبه لدينا نوع من الايجابيه بشكل اكبر من السابق. حاليا طالما انه نحن فوق مستويات ادنى مستويات الاسبوع الماضي لا زلنا نعتبر ايجابيين على الذهب. المستويات المهمه التي يجب على الذهب ان يتم اختراقها هي مستويات 1247 1250 ويعود فوق المتوسطات جميعها وايضا خط الاتجاه ليثبت نفس الذهب انه من الممكن ان يستمر بالارتفاع. الفضه نفس الشيء عدنا للارتفاع مره اخرى، مستويات دعم كانت مهمه 16 30، مستويات مقاومه اليوم كانت 16 80 وهي اعلى مستويات اليوم وهي ايضا نفس المستويات التي شاهدناها في فتره مارس الماضي ومنها عدنا للارتفاع. هنا الان اصبحت مستويات مقاومه، يجب ان يثبت الفضه ايضا انه يستطيع العوده وانها تستطيع العوده فوق تلك المستويات لنشهد اي نوع من المزيد من الارتفاعات. فهذه بالنسبه تقريبا لي النظره التقنيه لتداولات الاسبوع الجاري. هذا كان كل شيء لدينا في هذا الاسبوع، وكما هي العاده اذا كان لديكم اي اسئله او استفسارات عن الفيديوهات والمزيد من التفاصيل يمكنكم اذا تركوا اسفل هذا الفيديو. يمكنكم ايضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك وغيرها، بالاضافه الى الانضمام الى المحاضرات الالكترونيه التي تقام بشكل شهري ايضا على موقع orbis.com. شكرا للمتابعه، نراكم مره اخرى بمزيد من التحديث بفيديوهات جديده خلال الاسبوع المقبل.